والله هي لمة حلوة والحمد لله جات يعني متأخرة شوية لما حالة. نشكره كريم اللي بالمناسبة نحييه على المبادرة هذه ونحييه على لمتنا، ونتمنى له يعني مستقبل بعد الكورة، فهمتني؟ لما حلوة جات بعد 15 سنة من احرازنا كأس افريقيا، جات مؤخرة، ما فكر فينا حد الحق، فكر فينا كريم، فكر فينا صاحبنا. نتمنى اللي برشا ملاعبية ينجوا على منوال كريم في النظام وفي الاحتراف بالحق، ويخموا في مستقبلهم، ونتمنى زادة تولي عنا ثقافة متاع تكريم اللاعبين. إذا ما كرموش مسؤولية خمم هو بشاع يختم حياته الكروية والمهنية، يعني للروح على الأقل يخمم في اللحظة هذه، حاجة إيجابية جدا، تتطلب برشا جهد، تتطلب زادة أمور مادية زادة. نشكر كل من عاون كريم على إتمام الحفل الكروي وهاللمة هذه، لمة العائلة الكروية التونسية بعد 15 سنة من إحراز أول لقب واللقب الوحيد في تونس. إن شاء الله يعني رياضتنا تتحسن، وإن شاء الله مسؤولين يحسوا للكرة ما تنجم تتطور إلا بأولاد المهنة هذه، وإن شاء الله أولادنا زادة يحاولوا يعطيوا للبلاد نصيب من اللي قدمته لهم.